بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا في هذه الحلقة حول الصورتين الباقيتين من صور الدليل العقلي، وهو الاستقراء والتمثيل. قلنا في الحلقة السابقة أن حركة الذهن في المعلومات إما من الكل إلى الجزئي، وهو القياس الذي تكلمنا عنه، أو من الجزئي إلى الكل، يعني عكس السلوك، وهو ما يسمى بالاستقراء، أو من الجزء إلى الجزء، وهو ما يسمى بالتمثيل. فلدينا ثلاث صور: القياس والاستقراء والتمثيل. وقد فرغنا من الصورة الأولى، ونبحث في هذه الحلقة حول الصورتين المتبقيتين، وهما الاستقراء والتمثيل. الاستقراء هو حركة الذهن من الجزئيات المتماثلة المشتركة في طبيعة واحدة، في معنى كل واحد كأفراد الإنسان مثلا، لا نبحث عن أحكامها ثم نقوم بإسراء هذه الأحكام الموجودة في الجزئيات إلى الطبيعة الكلية. مثلا إذا دخلنا بلد معين مثلا مثل مصر، وجدنا مثلا الأفراد الذين نلتقي بهم داخل البلد كلهم مثلا لهم بشرة سمراء، 1، 2، 100، 200، 1000، 2000، وجدنا كلهم يتمتعون بالبشرة السمراء، فنأتي ونقول إذن كل مصري أسمر اللون. طيب، بناء على الأفراد التي قمت باستقرائها بتتبعها بمشاهداتها، هذا الاستدلال، النحو من الاستدلال يسمى بالاستدلال الاستقرائي، يعني إسراء حكم الجزئيات إلى الطبيعة الكلية، من ملاحظة الحكم في بعض المصريين إلى تعميمه على كل المصريين. طبعا نلاحظ أن هذا النوع من الاستدلال وإن أفادنا حكما كليا، ولكن لا يمكن أن يكون حكما كليا يقينيا، بل حكما كليا ظنيا، لأنني أولا لم أستقرئ كل أحوال المصريين في مصر، ولم أستقرئ كل المصريين في الماضي أو في المستقبل، ولذلك يمكن أن أصادف بعد ذلك مصري أبيض اللون. فلذلك نقول أن الاستقراء يفيد الحكم الكلي الظني، وليس الحكم الكلي اليقيني، الحكم الكلي الظني. طبعا هذا الاستقراء هو الشائع الآن في المراكز الأكاديمية، والذي يسمى بالمنهج العلمي، وربما بعض الأحيان يسموه بالتجربة، وهو في الواقع ليس في الحقيقة تجربة، هو استقراء، تتبع جزئيات ثم تعميم هذا الحكم الذي تمت مشاهدته في الجزئيات إلى المعنى الكلي، حيث نقول كل كذا فهو كذا. فإذا هذا هو المنهج العلمي، اللي هو يبدأ من الجزئيات وينتهي إلى الكليات، على خلاف المنهج العقلي الفلسفي الذي يعتمد على القياس، وهو الانطلاق من الأحكام الكلية إلى الأحكام الجزئية. ولكن طبعا نحن مع احترامنا لهذا الدليل والدليل الاستقرائي، لأنه ينفعنا في بعض الأحيان مع غياب الدليل القياسي أو مع عدم القدرة على الاستدلال القياسي، نلجأ إلى الاستقراء. أنا لا يمكن بالقياس أن أعرف هل أسباب الظواهر الاجتماعية المعينة، يعني مثلا ما هو سبب الإدمان، ما هو سبب الطلاق، ما هو سبب العنوسة، هذه الظواهر الاجتماعية لا يمكن معرفتها بالقياس، وإنما تأتي بتتبع أسباب هذه الظواهر في أفرادها، وإن لم يكن تتبع كامل. ولكن يمكن بعد ذلك أقول أن سبب الطلاق مثلا الفقر، أو أسباب الإدمان البطالة مثلا، هذا نتيجة أني قمت بتتبع أفراد هذه الطبيعة الكلية في جزئياتها، ثم قمت بتعميم هذا الحكم كنتيجة للاستقراء وتتبع الجزئيات المختلفة. فبالتالي هذا يسمى بالحكم الاستقرائي. أما هذا لا يمكن أن هو يصلح في كل الأحكام، مثلا في الأحكام الفلسفية الكلية أو في الأحكام حتى الشرعية، لا يمكن لنا الاستقراء. هذه العقلية الفلسفية أو العقلية الدينية هي عقلية قياسية، يعني تنطلق من قوانين مفروعة من صحتها، ثبتت شرعا أو ثبتت عقلا أو كانت بديهية. فإذا القول بأن كل حكم كلي لابد أن يكون استقرائي، ولابد أن نعتقد به عن طريق تتبع جزئياتي، هذا ليس بصحيح. هناك قضايا مثل كل أعظم من جزء، كل نقيضين لا يجتمعان، كل حادث له علة. فإذا كثير من القضايا العقلية المحضة ليست استقرائية، فاعتماد الدليل الاستقرائي كدليل وحيد
من بين الأدلة العلمية ليس بصحيح. فإذا ما يسمونه المنهج العلمي أو الـ أو الـ 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 الأسلوب العلمي هو حقيقي استقرائي، وهو يمثل أحد أوجه الدليل، وهو يعتبر بالنسبة للقياس دليل من الدرجة الثانية، لأن القياس يفيد اليقين على خلاف الاستقراء لا يفيد إلا الظن. هذه نقطة مهمة ينبغي أن نأخذها في الاعتبار. إذن هذا النمط من التفكير للأسف هو الشائع بين الطلبة والأساتذة في الجامعات، يعني عقلية استقرائية لا يمكن أن تصدق بأي حكم كلي إلا إذا كان مسبوق باستقراء وبتتبع جزئياته، وهذا ليس بصحيح. هناك قضية كلية تسبب بالعقل والبراهين العقلية المحضة الفلسفية، وهناك قوانين كلية تسبب بالشرع الصحيح، قوانين شرعية قوانين دينية، كل خمرة حرام لا أحتاج إلى تتبع جزئياتي. فإذا هذا أحد صور الدليل، ولا ينبغي الخلط بين له أحكامه وله خصائصه وله استعمالاته الخاصة به. في غيبة القياس العقل البرهاني الفلسفي أو القياس الشرعي نلجأ إلى الاستقراء، لا بأس من هذا الأمر، ما فيش مشكلة. ولكن إن نحن نصادر الدليل القياسي ونعتمد فقط وفقط على على الاستدلال الاستقرائي فليس بصحيح. طيب هذا بالنسبة للاستقراء. أما بالنسبة للتمثيل، القياس التمثيلي كما قلنا هي حركة العقل من الجزئي إلى الجزئي، يعني إسراء حكم جزئي إلى حكم جزئي آخر مشابه له. يعني علة الإسراء الحكم هو وجه من وجوه الشبه بين الجزء الأول المعلوم الحكم إلى الجزء الثاني الذي هو مجهول الحكم. هذا الإسراء انطلاقا من ماذا؟ من التشابه بينهما، وكما سنشير الآن بالتفصيل. مثلا هذا القياس كان يستعمله بعض الفقهاء، إلى سيما الإمام أبو حنيفة كان يستعمله كثيرا في استنباط الأحكام الشرعية عند غياب الدليل الشرعي المعروف. مثلا يأتي إلى مثلا النبيذ، النبيذ ليس لدينا مثلا، افرض أن ليس هناك نص قرآني أو روائي في حكم النبيذ هل هو حلال أم حرام، فماذا يفعل الممثل هنا أو الفقيه؟ يأتي إلى شيء يشبه النبيذ ويكون معلوم الحكم كالخمر. الخمر أيضا وإنما هو مأخوذ من العنب والنبيذ من التمر، فيأتي إلى الخمر اللي هو معلوم الحرمة حكمه حرام ويقول لماذا حرم الله الخمر؟ هل لشكله؟ هل للونه؟ هل لطعمه؟ ثم يستبعد كل هذه الأسباب ويقول لم يحرمه إلا لإسكاره لأنه مسكر. طب إذا كان الخمر قد حرم لإسكاره فيصبح كل مسكر حرام، فيأتي إلى النبيذ يقول النبيذ مسكر، نعم يشبه الخمر في إسكاره، فإذا كان هكذا إذن كل النبيذ أيضا معذرة النبيذ مسكر، الخمر مسكر، فإذا الخمر حرام لأنه مسكر، فإذا هذه الحرمة تنتقل إلى النبيذ لكونه يشبه الخمر في إسكاره. هنا هو المشكلة، هنا أن المستدل قد استنبط علة الحكم بنحو ظني مو بنحو يقيني. نحن في الواقع ما هو الدليل على أن الله قد حرم الخمر لإسكاره؟ والله إذا كان هناك نص صريح في أن كل مسكر حرام ولذلك حرم الله الخمر، نعم هذا يصبح قياس، حد الأوسط معلوم إن النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذن الخمر حرام، كل مسكر النبيذ حرام، هذا كل مسكر حرام من أين أخذها؟ أخذها من النص الصريح. أما إن لم يكن نص صريح فلا يجوز لنا أن نحن نستنبط علة التحريم بظنوننا، هذا لا يجوز. احنا كما يقول الفقهاء ان ملكات الاحكام ليست فائدين، يعني الكثير من الاحكام بل اكثر الاحكام الشرعية تعبدية، يعني اسباب تحريمها واسباب ايجابها علينا على المكلف غير معلومة مجهولة، وبالتالي احنا ما لم يقل الرسول او المعصوم ان سبب التحريم او الاجابة هو كذا، احنا لا يمكن بعقولنا ان نستنبط هذا الامر، لان يصير هذا استنباط ظني وليس استنباط حقيقي. فبالتالي مشكلة الظن هو هذا، انه استنبط الحد الأوسط هنا وهو الإسكار على أنه علة الحكم بلا أي دليل قطعي، فيصبح هنا التمثيل حكم مثل الاستقراء، يصير حكم ظني، يصبح حكما ظنيا وليس حكما قطعيا. فهو يشكل هذا القياس بهذا الشكل، النبيذ مسكر، هذه صورة، هذا في التمثيل، النبيذ مسكر، النبيذ مسكر، ثم يأتي إلى الكبرى يقول وكل مسكر حرام،
إذن فالنبيذ حرام. توجه هنا إن القضية الكبرى هنا كل اللي مسكر حرام، هذه ليس يعني هذه ضعيفة، هذه مشكوكة غير معلومة، فلا يمكن أن نبني عليها. فإذا القياس التمثيلي نتيجة الاستنباط الظني لعلة الحكم، توهم هذا السبب هو الذي جعله يعقد هذا التمثيل وهذا الدليل بهذه الصورة، وينقل حكم كل حكم جزئي معلوم إلى حكم جزئي آخر مجهول لوجود شبه بينهما في وصف، هذا الوصف الجامع بين المعلوم والمجهول أنه وصف توهم أنه هو أصل الحكم، مثل الإسكار. بلا شك النبيذ يشبه الخمر في الإسكار، ولكن من قال أن الإسكار هو علة تحريم الخمر؟ ليس معلوما، ربما لإسكاره ولونه، إسكاره وطعمه، لأن هذا إسكار عنبي، ربما الإسكار العنبي هو يعني هو السبب في التحريم، وليس إسكار مثلا التمري. النبيذ مستنبط من التمر، مستخرج من التمر وليس من العنب. فإذا إسراء حكم العنب إلى حكم التمر هذا يصبح إسراء بلا علم، حكم بلا علم يقيني يطمئن له العقل والقلب. فبالتالي هنا هذا مثال الدليل التمثيلي. فإذا نخلص في النهاية أن لدينا ثلاث مدلات، ثلاث صور للدليل بحسب حركة الذهن من الكل إلى الجزء أو من الجزء إلى الكل أو من الجزء إلى الجزء. واستنتجنا في النهاية أن الدليل الذي يفيدنا اليقين التام ويكون هو ملزم للنتيجة بالضرورة بنحو مطمئن هو الدليل القياسي. أما ما عدا ذلك من الأدلة سواء الاستقرائية أو التمثيلية فهي لا تفيد إلا الحكم الكلي الظني وليس الحكم الكلي اليقيني. هذا ما أردنا بيانه في صور الدليل الثلاث التي أشار إليها أرسطو في منطقه. إلى هنا نكون قد فرغنا من المنطق الصوري، ولا يبقى أمامنا إلا الدخول بعد ذلك في المنطق المادي المتعلق بالصناعات الخمسة، وهو القسم الثاني من المنطق، وهو القسم الأهم كما سنشير بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وشكرا لكم.